سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق، برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده رغم حسم بطوله الدوري، لكن الفوز كان مهم. الحمد لله رب العالمين. احنا تعرف احنا عندنا اهداف كتير من خلال طبعا الماتشات اللي باقيه في الدوري، منها طبعا ان احنا يعني عايزين الماتشات دي نخلصها ان شاء الله كلها مكسب ان شاء الله، عشان نوصل في ارقام كتير يعني مش هنتكلم عليها غير لما ان شاء الله نحققها. يعني انا بقول الحمد لله على المكسب النهارده، وان شاء الله اللي جاي برضو يعني بنفس تركيزك ان شاء الله عشان نكمل الدوري ان شاء الله بكل مكسب ان شاء الله. تقييمك لاداء علي لطفي النهارده؟ والله علي مجمل المباراه ما شاء الله، يعني الحاجات اللي جات له كلها اتعامل معاها بشكل كويس قوي. الحاجات العرضيه فيها طلع بشكل كويس قوي، الشوط الاول طلع في واحده كويسه في بدايه المباراه في اول 5 دقائق او 10 دقائق. الشوط الثاني طلع في 3 كرات بالعرض برضو بشكل كويس، في شوطه كده من بعيد اتعامل معاها كويس. مجمل المباراه علي ما شاء الله هادي، حتى التوقيتات اللي في حاجات ورا خط الظهر ما طلعلهاش برده، كان كار كويس جدا. في انفراد في الشوط الاول اللي جت في الشبكه من بره طلع برده وقفل عليه، وكان تمركزه فيها كويس قوي. بشكل عام يعني ما جاتلوش حاجات كتير، انما يبين ما شاء الله يعني هادي، عنده ثقه في نفسه، فاتمنى له ان شاء الله التوفيق مع زمايله ان شاء الله. يعني هي دي السياسه اللي هيتم اتباعها في باقي 5 مباريات في بطوله الدوري باشراك علي لطفي او شريف اكرامي مكان محمد الشناوي، ولا هيبقى على حسب ظروف كل مباراه؟ لا زي ما انت قلت كده، حسب ظروف كل مباراه. مش يعني ما بنحبش نقول قبل المباراه، يعني كل مباراه يبقى لها ظروفها. يعني زي ما انت قلت كده، موجود دلوقتي علي وموجود الشناوي، هم اجهز 2 دلوقتي. شريف مصاب بقاله فتره حوالي 25 يوم دلوقتي، شريف مصاب فلسه ما رجعش. يعني طمنا عليها كابتن طارق، اصابته يعني عباره عن ايه بالتحديد، وان شاء الله يرجع خلال قد ايه؟ والله هو طبعا اللي يطمن اكتر واللي يعني يتكلم في تفاصيل الاصابه اكتر الدكتور خالد، انما هو تقريبا هو عنده كان عنده بيشتكي من الحوض، كان عنده التهاب في عضلات الحوض وكان واخده شويه متضمه، انما بطمن يعني كل يوم بنحاول نطمن عليه، انما في النهايه طبعا اللي يتكلم في موضوع الاصابه ده اكتر دكتور خالد يعني. فان شاء الله يعني يرجع مع زمايله مع الشناوي مع علي، ومنافسه شريفه بينهم يعني ان شاء الله. الهدف اكيد بالنسبه لكم مش بس حسم بطوله الدوري، لكن ايضا الارقام القياسيه سواء في عدد النقاط اللي ممكن يحصل عليها الفريق في بطوله الدوري او في الانتصارات المتتاليه يا كابتن. طبعا احنا دلوقتي يعني 16 مباراه في الدوري، 19 مباراه في بالنسبه لافريقيا والسوبر، يعني في 3 ماتشات مكسب زياده 16 بالدوري بقى 19 مباراه. عندنا كمان ما شاء الله دلوقتي 69 جول في الدوري. تعرف الرقم اللي متسجل باسم الترسانه 71 جول، الرقم كان احنا النادي الاهلي كان حقق قبل كده 67، انما دلوقتي احنا تعدينا الرقم ده بهدفين. عايزين كان ان شاء الله نعدي الرقم بتاع الترسانه عشان يبقى احنا الرقم متسجل باسم النادي الاهلي. زي ما انت قلت كده، في برضو عدد البنوط، عايزين ان شاء الله نوصل لاكبر عدد البنوط في الدوري، بالنسبه برضو المكسب حاجات كتير يعني. فان شاء الله يعني بس مركزين ان احنا يعني كل ناخدها مباراه مباراه كده، خلاص نفكر في اللي بعدها ان شاء الله يعني.